مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم سواء داخل المغرب او لا خارجه على اثير اذاعتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دي موند او الاذاعه في الويب موجهه خصيصا لمغاربه العالم. فقره هاكس ويك مستمعينا كرفقكم مجموعه من لي زاستوس اللي قدروا يسهلوا حياتكم اليوميه. فصل الشتاء هو اكثر وقيته كيولي فيه المنزل مكان الامثل للراحه والدفء من الجو البارد اللي كيكون برا. وباش تحافظ السيدات على هذا الدفء كتبغي الكثيرات منهم انهم يبدلوا ديكور المنزل، الا انهم كيصطدموا بالاثمنه الغاليه اللي كتخلي هذه المهمه صعيبه عليهم. لهذا السبب غنقترح عليك سيدتي اربع حيل ديكور منزلي شتوي وباقل تكاليف. اولا الوسائد صوفيا بالوان ترابيه، ماشي بالضروره تبدلوا الكنابيات ديال الصالون كاملين، لكن في المقابل بامكانكم توالموهم مع الجو الشتوي وتبدلوا الوسائد ديالهم لالوان ترابيه مثل درجات البني والبرتقالي والبيج. بامكانكم تختاروا مخدات مخمليه او صوفيا مزينه بالريش، حطوها في جناب الكنابيات او حتى في الارض، هكا غتعطي افي كوزي للدار. ثانيا زرابي في مختلف غرف المنزل. زرابي كتعتبر من بين اهم قطع الديكور في المنزل، لهذا الشيء يمكنك تشري زرابي جداد بالوان غامقه باش تعطي شعور بالدفء في المنزل. ومن الافضل انكم توزعوا الزرابي في جميع الغرف من بينها المدخل والصالون وغرف النوم والمطبخ. ثالثا شموع بالوان غامقه، كتعتبر الشموع من بين الديكورات اللي كتعطي لمسه رومانسيه وهادئه للدار فصل الشتاء، كتختلف احجامها وحتى الرائحه اللي كتعطي. داكشي علاش بامكانك تحطيها في بلايص مختلفه وتلعبي على الديكور ديالها كيف بغيتي، بحيث الشموع الطويله البيضاء والحمراء كتحط في الداينين روم، اما الشموع القصيره والموضوعه في كاس كبير فمن الاحسن تحطوها في بيت النعاس او الحمام. رابعا واخيرا الورود الهادئه والمجففه، كتعطي الورود في فصل الشتاء لمسه خاصه لديكور البيت خاصه اذا كانت جافه وفي الوان هادئه بحال الباج والنيود. يمكن لك تزيني بها مائده الاكل او الدخله ديال الدار، يمكن لك تحطيها حتى في الكوزينه. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة هاكس ويك. نضرب لكم موعد لا سومي بروجين، هادشي كامل على اتيري داتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دي موند.